ألا يسأل عن شرب ماء زمزم، وهل ترك شرب ماء زمزم يعتبر من النفاق؟ شرب ماء زمزم مستحب لأنه ماء مبارك، والذي لا يشرب لا يدل على النفاق إلا إذا كان يبغض زمزم، يبغضها ويبغض ماءها ويتركه بغضا له وعدم تصديق بفضله، هذا يعتبر من النفاق. أما إذا تركه وهو يعتقد فضله وبركته ومشروعية الشرب منه، تركه مع أنه يعتقد فضله وبركته ومشروعية الشرب منه، فهذا لا يعتبر منافقا. نعم.